السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. فيديو بسيط وبدون باترون. كل مرة تقولي بدون باترون وتجيب لنا ورقة أو قلم. لا، بدون باترون. أركب بسيطة رئيسية علشان تعرفي قياساتك بس، مش أكتر من كده، مفيش أي تعقيد. يلا نعمل لايك ونبتدي على بركة الله. محتاجين نص متر يكون أي نوع قماش أنتوا عايزينه، بس طبعا يكون مهدل أحسن، يعني جيل، يعني حاجة فيها لكرة احسن. لكن طبعا اعملي القماش المتوفر عندك، استغله القماش اهو. قصيته بنص متر مره كده اهو، بمقد بعض عندي كده، اصبحت القماشه مربعه. مربعه يعني ايه؟ يعني طولها قد عرضها. تمام. طيب اهو بنطبقها مره وادي مره. طبعا بتاخدي القياس، يعني ممكن لو هي متر، يعني انت لو هنعمل جونيلا، عشان بس نسيت اقول لكم احنا هنعمل جونيلا، لو هي الطول على حسب ما انت حابه. تمام. طيب باخد ربع دوران الوسط لاي بنوته، ربع دوران الوسط زي ما تقيسي. فانا هعمل ايه؟ مجازر. هنا بطمنك، لو وسع منك اوعي تقلقي، عندنا ايه؟ عندنا الاستيك اللي هيجمع لنا الوسط زي ما احنا عايزين، فاوعي تقلقي من النقطه دي خالص. تمام اهو. تمام، بفتح كده وبعدين بفتح كده القماش. تمام هيك. طيب لو حسيت ان هي لسه صغيره، لا اروح موسعه، وبرده لا تقلقي، لا تقلقي تماما، لانه الاستيك هيجمع لنا الموضوع. خلينا دايما نعمل الحاجات السهله البسيطه اللي ما تخوفكيش من الخياط اهو. ده انا هوسعها معاكي، شايفه اهو، ولا تخافي من اي حاجه خالص. شايفين بقيت ازاي واسعة؟ عشان الاستيك هيجمعها لنا. تمام. طيب هاتي كده المربع ده واعملي المربع ده بالعكس اهو. عملنا كده المربعين عكس بعض اهو. طيب قبل ما اركب الاستيك وعشان اريح نفسي، ثبتي الاتنين دول في بعض عشان ما يتحركوش منك ولا يهتزوا. خطوة كمان اعمليها ريحي نفسك منها خالص، اتني المربعات دي قبل ما تشتغلي علشان تلاقي نفسك مستريحة. ممكن تحطي دانتيل يديكي شوية طول. لقيتي طولها كويس، هي دي طولها كويس، سنتين تلات سنين حلوة قوي. تلبسي كلونة فيبقى 4 سنين برضو حلوة قوي. تمام. يبقى الخطوة الاولى انك تتني الجونيلا وبعدين تثبتي علشان خاطر تمسك معاكي. تمام. طيب انا ما بحبش الفيديوهات تبقى طويلة عشان محدش يتضايق خالص، لكن انا بقول لكم على الخطوات اللي هتعملوها اهو. تمام. فانا كده بثبت الاتنين في بعض وبخيطهم في بعض اهو. شايفين الجمال؟ حتى الاستيك علشان تريحي نفسك حطيه على وسط البنوتة بشكل مستريح. حسيتي ان الشكل بقى مستريح خلاص، اروح قصة اهو. تعالوا نشوف تركيب الاستيك. عندي طريقتين لتركيب الاستيك، اخد بالشكل ده واشد واركب على طول. تمام. او اني طبعا عشان تكون سهله، او اني هروح واخده حته قماشه كده اهو بالشكل ده كده واخيط. نثبت الاستيك اهو. بنشد كده خلاص الاستيك اهو. تعالي هنا بقى وثبتي وخيطي كويس قوي. تمام. بنخيط وانتي شاده زي ما انتوا شايفين، جمالها وبساطتها وسهولتها، ما خدتش اي وقت خالص. ممكن تحطي دنتيل يبقى زي الفل. بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.